حلل الامتحان بتاع 2016. فهنبدأ بالجزء الاخطر. اول حاجة مش اخطر، سوري، true false، وبيقول لك صحح الايه، صحح الغلط. بيقول لك الابستراكت داتا تايب هي بتفوكس على الوات ستراكشر داز rather than how it's done. ده كلام صح. حتى لما جيت كلمتك في الفيديو بتاع الهاش تيبل قلت لك انك عندك الماب ديت، الماب في الاي دي تي مش الماب في الاس تي ال. الماب ديت موجودة في السي بلس بلس كان اوردرد ماب، وموجودة في البايثون كديكشنري، والاتنين بيخزنوا كي فاليو بير، والاتنين بيعملوا نفس الحاجة، بس الاتنين ليهم امبلمنتيشن مختلف. فلما اجي اقول لك ماب انت بتقول لي اه في البايثون عندك ديكشنري، هل بتقول لي اتعملت ازاي ولا لا؟ لا ما بتقوليش اتعملت ازاي. فهي بالظبط هي الكلام ده ترو. طيب هل السنجل لينكد ليست كان بي ترافرست ان ايذر دايركشن؟ يعني انا لو عندي ادي دي لينكد ليست، كل واحده ببوينت على اللي بعدها، هل انا لو كنت واقف هنا اقدر ارجع للي ورايا؟ لا ما اقدرش ارجع، ما عنديش طريق اصلا، فدي فولس. تمام، والتصحيح بتاعها هيبقى فورورد بس، ان اقدر امشي لقدام بس ما اقدرش ارجع. ايه بقى اللي اقدر ارجع؟ وهو ثانيه، وهو الدبل لينكد ليست. الدبل لينكد ليست بتكون ازاي؟ بيكون في نيكست، وبيكون هنا طالع منها بريف، يبقى في نيكست وهنا طالع بريفيس وهنا برضو. فانا دلوقتي لو واقف هنا اقدر اروح للبريفيوس بتاعي، لو واقف هنا اقدر اروح للبريفيوس، لو واقف هنا اقدر اروح للنكست، وقتها اقدر امشي في ايه، في اي دايركشن. ماشي. there are no null pointers في السنجل لينكد ليست. لو رجعنا تاني في السنجل لينكد ليست، ثانية نعتبر ان احنا معانا ثلاثة بس. طيب ادي نود A وادي نود B وادي نود C، فايه بتشاور على B، وبي بتشاور على سي. طيب سي بتشاور على ايه؟ ما انا اكيد ما يعني اني اخليها فاضيه ما بتشاورش على حاجه، دي النل. فالسي بتشاور على ايه؟ على نل. ماشي. ف there are no الكلام ده فولس، وهتقول له ان فيه في الايه، في اللاست نود نل بوينتر، او صيغها له بايا كانت الطريقه، انك ممكن تقول له اخر نود فيها نل بوينتر. بيقولك storing information in a linked list structure is bad idea if we plan to do a lot of insertion. طيب دي linked list، فبيقولك ال insertion اللي هو ايه، ممكن يضيف النص من الاول من الاخر، هل ده صعب في linked list؟ لا. انت لو خدت بالك في linked list احنا بنحتاج عشان نروح للنود دي مثلا، نحتاج عشان نروح لأي نود احنا بناخد order of n. ماشي. بس وقتها احنا بنقدر نضيفها بسهولة، احنا حرفيا بس بنقطع الكونكشن دي ونضيف النود وناخد كونكشن من هنا ونطلع كونكشن من هنا ونربطه هنا بس، خلصت. انما في الاري احنا عشان نوصل، احنا عشان نحط حاجة هنا، فاحنا محتاجين كل الحاجات اللي هنا كده دي تتشفت، تيجي على جنب وبعدين نحطها. فيبقى ايه الاسهل؟ ايه اللي بيحتاج عمليات اقل؟ فيبقى اللي ايه، الستورنج انفورميشن. الكلام ده غلط، يبقى اللينكد ليست احسن. اذا باد ايديا، لا هو جود ايديا، فولس. in a queue ال insertion و deletion is done at one end called top. دلوقتي نقول ان دي كيو بتاعتي. هو بيقول لك انك بتضيف وبتمسح على one top، فلو اعتبرنا ان دي التوب اصلا، فانا بضيف هنا، لو ضفنا واحد وبمسح من هنا، تمام. هل ده منطقي او مش انا بالظبط؟ لو قلنا هنضيف التوب بتاعي عشان ده، عشان بتاع فاضي كلها، فالتوب بتاعي هنا، هل انا بضيف وامسح من هنا؟ طب لو جيت اضيف تاني، فانا هقوم اضيف برضو في التوب، هضيف هنا، هضيف تلاتة وهمسح من التوب، فهمسح تلاتة اتنين واحد. ده بيفكرك بحاجة، ده الستاك مش الكيو. الكيو بضيف من جهة وبمسح من جهة، الكيو بيبقى عندي كده، بيبقى عندي ده الفرونت، ده اللي بشيل منه، وبيبقى عندي ايه، بدخل من ايه، بدخل من الباك هنا، البوش بيخش من هنا كده. فانا لو دخلت واحد فبيو بيخش عنده بعده اتنين تلاتة اربعة، لما باجي بشيل من الواحد بعدين الاتنين تلاتة ولا اربعة. ف
فالكلام ده ايه؟ فولس. الكلام ده بيحصل عند تو انت، بي انسرت وي ديليت من تو انت. ترافيرس از ا بروسس اوف فيزيتنج افري نود ان ا تري ات ليست وانس. الكلام ده صح. every sub tree of a binary search tree is also a binary search tree. لو انت لو افتكرنا احنا قلنا ايه، لو انت عندك tree اهي، ايه اللي بيخلي ال binary tree هي binary search tree؟ ان كل ال node، كل الموجود في ال left sub tree اصغر من الموجود في ال node، وكل الموجود في ال right sub tree اكبر من ال node. فلو قلنا هنا في 15، فايه اصغر من 15؟ عندي السبعة. ايه اكبر من 15؟ عندي الستاشر. ايه اصغر من الستاشر؟ عندي، لا 16 كده احنا هنخش في ارقام كسرية، نقول 20. ايه اصغر من ال20؟ نقول عندي 19. ولا لا مش هينفع برضه 19. ايه اصغر من 20؟ نقول عندي 18. طب وايه عندي اكبر من 18؟ نقول عندي 19. وايه اصغر من 20؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا بعمل كده ليه؟ نقول عندي اصغر من 20، قصدي اكبر من 20، سوري. في الرايت سب تري دي، الرايت سب تري بيكون فيها اكبر من الموجود في النود، فهنا 20، فهنحط هنا ايه، 21. طيب اتاكد ازاي ان الاراي بتاعتي، ان انا راسمها صح؟ بالايه؟ بالان اوردر ترافيرس. ماشي، الان اوردر ترافيرس لما اطبقه هنا هلاقي ان الاري طلعت معايا بالترتيب. ثانيه افتكر الان اوردر، سوري انا جيت بسرعه. طيب الان اوردر عندي ايه؟ عندي ليفت، بعدين الروت، بعدين الرايت. ماشي، فانا واقفين هنا هنروح للليفت، مفيش لا ليفت ولا رايت تاني، فهنطبع دي الاول، وبعدين ايه، هنرجع هنا فهنطبع برضه، بيقول لك ايه، الروت، فيبقى دي 2. وبعدين هننزل هنا، هنمشي على الرايت، هنروح للليفت، في ليفت تاني، لا مفيش، فيبقى ايه، هنطبع، فاتنين، واحد، اتنين، تلاتة. وبعدين هنروح عند الرايت، مفيش ليفت تاني، فهنطبع، أربعة. بعدين هنرجع هنروح ايه، خلاص هو خلص الليفت، فكده ده الروت، فهنقوم ايه، هنطبع. وبعدين هيروح على الرايت، مفيش ليفت تاني، فهيقوم يطبع. فلما نيجي نكتبهم فهيبقى عندي 7، 15، 18، 19، 20، 21. 7، 15، 18، 20 طلعت صح. يبقى انا كاتب الايه، كاتب التري بتاعتي لما كتبتها كتبتها صح. ماشي ماشي. طيب دلوقتي هل دي بي اس تي؟ احنا قلنا ايه شروط البي اس تي؟ البي اس تي ان كل اللي في الرايت سب تري بتاعتها اكبر منها، وكل اللي في الليفت اصغر منها. ال21 اكبر من ال20، ده في الرايت، فكده الرايت سب تري اتحققت. ماشي. طيب في الليفت سب تري عندي 18 اصغر من 20، و19 اصغر من 20 برضو، معنى كده الليفت سب تري برضو اتحققت. معنى كده ان هي ايه، بي اس تي. يبقى كل سب تري من البي اس تي هي برضو باينري سيرش تري، فالكلام ده بترو. الهاش فانكشن شود بي اندبندنت اوف ذا كاباسيتي اوف ذا هاش تيبل. يعني الهاش فانكشن دي، يعني الهاش فانكشن ديت لما تيجي تطلع لي بوزيشن او اندكس، هي ما بتبصش على التيبل سايز. هل ينفع ما تكونش مع... ما... ما 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 تستخدمش التيبل سايز؟ مستحيل، عشان لما بيطلع لي بوزيشن انا لازم من شروط الجود هاش ايه اصلا، ان الفاليو اللي تطلع لي، البوزيشن اللي يطلع او الاندكس يطلع، يبقى في الايه، يبقى في الباوندريز بتاع الاري. ما ينفعش الاري يكون اخرها 7 وتطلع لي هاش ب 10 مثلا، الكلام ده ما ينفعش. فانا محتاج في الاخر خلاص اعمل ايه، اقول له خد لي المود التيبل سايز صح، عشان يخليه لي في الرينج بتاع ال7. ففي الهاش فانكشن لازم تعتمد على التيبل سايز، فيبقى الكلام ده ايه، الكلام ده غلط، عشان لازم تكون ان باوندريز الى اخره. بقى rehashing require rebuilding the hash table with a larger back array, backing array. زي ما قلنا في الفيديو بتاع الهاش تيبل، لما الاري اللي انا بشيل فيها الفاليوز تكون خلاص اتملت على اخرها والبرفورمانس قلت، فانا محتاج انفذ الريهاشنج عشان ايه، عشان اكبرها واحسن البرفورمانس، فالكلام ده صحيح.
graph is connected if every vertex has a path to every other vertex. الكلام ده صحيح، قولناه في الفيديو بتاع الايه، بتاع الجرافس. كده خلصنا ال خلصنا البتاع ده الاخضر. هنكمل دلوقتي اسف هنكمل دلوقتي ونحل الايه، ونحل الاخضر. بيقول لك النود في اللينكد ليست كاريز انفورميشن. ايه الانفورميشن اللي هي بتشيلها؟ وروحنا كده كده هنلاقي ان اللينكد ليست بتشيل شويه انفورميشن، بتشيل الداتا وبتشيل ايه، لينك تو بوينتر. اللينك تو بوينتر ده هو اللي بيشاور على ايه، على النود اللي بعدها، واللينك تو بوينتر الموجود هنا بيشاور على النود اللي بعدها، وهكذا يعني. فهو بيشيل ايه، فهو بيشيل اللينك داتا. ايه اللي بيحدد ال infixed expression has balanced parentheses or not؟ فهو ال stack. طيب transform ده نسيبه بعدين. To implement the queue with a linked list, keep track of a front pointer and a back pointer. Which of these pointer will change during an insertion into empty queue؟ لازم لازم تاخد بالك من empty ولا non empty. تعال نرسمها دلوقتي. لو ال لو ال stack لو ال ال queue اللي معموله امبلمنت باللينكد ليست كانت اصلا فاضيه، فمعنى كده ان الفرونت بوينتر بيساوي الباك بوينتر، الكلام ده بيساوي نل، مفيش داتا اصلا بيشاور عليها، تمام. فوقتها لما اجي اضيف قيمه جديده، فانا هعمل نود تمام سميها 5 مثلا، والفيرست بوينتر ده هيشاور عليها، والباك بوينتر برضو هيشاور عليها، تمام. عشان وقتها الباك هيبقى عندي ايه، هيبقى عنده قيمة الخمسة، والفرونت هيبقى عندي برضو قيمة الخمسة، تمام. معنى كده ان الاتنين هيتغيروا. طيب لو كانت نون امتي، فلا نون امتي ده بيغير حاجات كتير، وليكن فيها قيمة واحدة زي ما كنا عاملين، وهيبقى عندي بوكس كده بيشاور عليه الباك بوينتر، باك بوينتر، وبيشاور عليه ايه، الفرونت بوينت فيه قيمة خمسة، ماشي. فلو جينا نضيف واحدة تانية، احنا عارفين ان الكيو الفرونت بتاعه هو طابور، فانا لما باجي بضيف الطابور بيخش من الواحد الجديد اللي بيجي بيخش من ورا، فهيجي يخش في الباك، فانا هحتاج اضيف نوت كده هنا كده اللي كانت ستة، ومحتاج اخلي الباك هو اللي بيشاور عليها. وقتها هنا كده ايه، هو البوينتر، هو الباك بوينتر، تمام. فوقتها ايه اللي اتغير؟ بس الوقتها هو الباك بوينتر اللي اتغير بس. طب لو جيت اشيل، طيب ثانية وارجع. كنا بنقول ايه بقى، كنا بنقول يا ترى لو جينا ايه نبوب، فاحنا لما بنيجي نبوب بنبوب من الفرونت، فوقتها البوينتر ده هو اللي هيتغير، يروح يشاور على الباك فرونت بوينتر. حلو حلو، كمل بقى. بيقول لك one can determine whether binary tree is a binary search tree by traversing it. محلولة في البتاع بتاع ال بتاع ال بتاع ده الموديل انسر اللي نازل على الموقع بتاع اس اي اس هاب، محلولة دي. وانا اشك الصراحة ان هي دي، انا بقول ان هي in order، تمام. فانا دلوقتي لو جيت لي في الامتحان انا هعملها ان اوردر، انت بقى براحتك عاوز تعملها كالموديل انسر دي، عاوز تعملها زي البي ده يرجع لك، تمام. طب ليه انا قلت البي؟ عشان لما احنا بنعمل ان اوردر بيطلع لي الباينري سيرش تري مترتبه، فانا لو عملت الان اوردر على باينري تري عاديه فمش هتطلع الارقام ايه مترتبه، تمام. فانا قلت عشان كده ايه الباينري تري. which of the following stl classes implement binary search tree؟ ايه اللي بيمبلمنت الباينري سيرش تري، وايه اللي بيمبلمنت الهاش تيبل؟ نعمل هنا باينري سيرش تري، هنا الهاش تيبل، اي حاجة ان اوردرد هي هاش تيبل. الان اوردر ماب والان اوردرد ست، اي حاجة بترتب لوحدها في الاغلب دي بتبقى ايه، باينري سيرش تري، الماب والست، تمام تمام. فوقتها بيقول لك باينري سيرش تري هتبقى الست، ماشي.
which of the following statement is true؟ بيقول لك التري جراف ده حقيقي، يعني تري هو جراف. بيقول لك التري does not contain cycles، ده كلام منطقي برضو، ما ينفعش في التري يكون عنده سايكل. بيقول لك التري is a weakly connected graph، الكلام ده حقيقي. يعني ايه weakly connected graph؟ لو ما كنتش اتفرجت على الفيديو بتاع الجراف، weakly connected graph معنى كده ايه؟ معنى كده لو جينا رسمنا تري، احنا زي ما قلنا التري هي بتبقى ايه؟ directed graph. معنى كده انك تقدر توصل من اي نود لاي نود تانية وانت مش باصص على الاتجاهات، بتشيل الاسهم دي، بتعتبره انه undirected graph. وتشوف هل تقدر توصل من اي نود للتانية. فاه انا لو وقفت هنا انا ممكن انا ارسم دي ولون دي ولون دي ولون دي ولون دي، ولو وقفت هنا اقدر الون دي ودي ودي ودي. تمام، ده كده weekly. come back ده كده weekly. طب لو عاوز تعرف ايه هو ال strongly connected graph، انك تكون تقدر توصل من اي نود للنود التانية باعتبار الاسهم. انك تكون مثلا واقف هنا، سوري، انك تكون واقف هنا وعاوز تروح تلون، تروح مثلا توصل هنا دي ايه وهنا بي، فانت عاوز توصل من بي لايه. طب هل ليك طريق انك توصل من البي لايه؟ لا، مالكش طريق توصل من البي لايه، فده مش strongly connected graph. طيب معنى كده ان هي all of the above. بيقول لك الجي directed graph with 20 vertices، how many boolean values will be needed to represent g using adjacency matrix. في adjacency matrix لو تفتكر احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان هي بتكون 2D array، وبنقوم نكتب هنا ال vertices بتاعتنا وهنا برضو، وكل سيل من دول بيمثلوا ايه؟ بيمثلوا بوليان بواحد او صفر. لو واحد معنى كده ان في ايدج بين الفيرتكس A والفيرتكس B، يعني هنا لو واحد يبقى كده في ايدج بين A و B، ماشي. ولو كانت قيمة مثلا 5، فمعنى كده ان ده بيمثل لي الويت بتاع الايدج بتاع من ال A لل B. فهو دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك 20 فيرتكس وعاوزك تعد عدد السيلز يعني. طيب فانت هنا محتاج ايه؟ محتاج 1 2 3 4 لغاية كام؟ لغاية 20. وانت هنا محتاج 1 2 3 4 لغاية كام؟ لغاية 20. فانت توتال محتاج 20 في 20 عشان ايه؟ ده عدد السيلز عشان تريبريزنتها كماتريكس. 20 في 20 بكام؟ ب 400. بيقول لك ايه في اللي جاي دوت مفيد واحنا بنعمل ترافيرس بالبريتس فيرست سيرش، زي ما قلنا في الفيديو بتاع الدي اف اس والبي اف اس، هو الكيو والستاك بتاع الدبس. بيقول لك with a poorly chosen hash function it's possible to have a situation in which the search في الهاش تيبل of n items goes to. برضو قلتها ان لما يكون عندك حاجة زي كده، لما يكون عندك الجدول كده وكنت انت عامل وليكن عامل ايه؟ مش لينير، لا، عامل الكلوزد ادريسنج اللي هو كنت بتطلع من هنا لما كنت بتفكس الكولوجن. تخيل دي كانت طويلة قوي، تمام، وانت جيت سيرش على element والهاش فاليو بتاعته طلعت لك في المكان ده، فانت محتاج تلف على ده كله، وده هتلاقيه طويل يعني بيقرب للان، تمام. فمعنى كده انك هتاخد او اوف ان عشان انت وقتها بتعمل لينير ايه؟ بتعمل لينير سيرش. كده خلصنا الايه؟ كده خلصنا الاختر. طيب يلا هنتكلم على ايه؟ نبدأ بالسؤال الاول. ده بيقول لك انت عارفين بتسيميوليت الداتا ستراكشر، فبيقول لك معاك ستاك وهيعمل عليه شوية الاوبريشن دي، وبيقول لك عرض لي الكونتنت بتاعت الستاك بعد لما تخلص ايه الموضوع ده. احنا تعالى نرسم ستاك. افتكر احنا بنضيف من مكان وبنطلع من مكان اللي هو ده، فاحنا تعالى نحط دي نحط دي نحط دي. هيبوش 4، فاحنا دي خلصت. بعدين هيبوش 5 تيجي عليه، بعدين هيبوب، هيطلع هيبرنت التوب، فالتوب هيبقى ايه؟ هنكتب هنا 5. بعدين هيدخل الست، بعدين هيبوب، فدي هيشيل الست، بعدين هيبوش الاس دوت توب. طب ايه هي الاس دوت توب؟ هي الخمسة، ماشي. طب والاس دوت بوش واس دوت بوش هيعمل يعني حرفيا هتتبدل الاس دوت بوش
الخمسة. فايه وقتها ده اللي هيحصل، فنعلم على دي ويكون في خمسة هنا اتضافت. فمحتويات الاستاك هو 5 5 4، 5 5 4. تمام. دي بس دي كانت واحدة للطب، هي ما أثرتش في الاستاك، هي عرضت للداتا بس. استنى اما نشوف حل صح ولا غلط. طيب هي نفس الأرقام بس هو جابهم من تحت لفوق، لما جه كتبهم كتب 4 5 5، فأعتقد الاتنين صح. انت بتعرض الكونتنت، انت المفروض اصلا لو عملت برنت للكونتنت بتاعه بكود فهيطبع لك السيكونس بتاعي ده، هيطلع الخمسة وبعدين يطلع الخمسة وبعدين يطلع الأربعة. انا ما اعرفش كان بيفكر ايه الصراحة اللي عمل 4 5 5 ده. نخش على اللي ايه، على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك معاك الفاليوز ديت، ارسم لي بيها باينري سيرش تري. طيب تري اول حاجه عندي فاضيه، فانا هدخل اول، هدخل 100 هتبقى الروت بتاعتي ماشي، وبعدين 200 اكبر ولا اصغر، لو اكبر بحطها على الرايت، اصغر بحطها على الليفت. لا هي اكبر، فنقوم مدخل هنا ايه 200 ماشي، وبعدين هندخل 90، 90 اصغر من 100 اه، فنحطها على الليفت. دخل هنا 90، فاحنا خلصنا ال 100 وال 200 و 90، 150، 150 اكبر من ايه، من ال 100. طيب هل 150 اكبر من 200؟ لا اصغر من 200، فهنحطها على الليفت. فيبقى هنا ايه 150، بعدين 125، 125 اكبر من 100 صح، اكبر من 100. هل 125 اكبر من 200؟ لا، فهتيجي هنا في الاصغر. هل 125 اكبر من 150؟ لا، فهتيجي هنا في الاصغر. 125، 88، 88 اكبر من 100؟ لا اصغر. طيب 88 أكبر من 90؟ لأ أصغر، فيتحط إيه في الليفت. 88. طيب 99 أكبر؟ لأ 99 أصغر. فهل 99 أكبر من 90؟ أه أكبر من 90، فتحط إيه على الرايت. 99. طيب 210، هل 210 أكبر من 100؟ أكبر من 100. هل 210 أكبر من 200؟ أكبر من 200، فتتحط إيه على الرايت بتاعها. 210. كده إحنا رسمنا إيه، رسمنا الباينري سيرش تري. محتاج تتأكد هتطبق الايه، هتطبق الان اوردر وتشوف، لو طلعت معاك بالترتيب يبقى انت ماشي زي الفل كده. دي تمام. write the sequence of value resulting of the pre order traverse. فاحنا هنحتاج نطبق الايه، البري اوردر. فنفتكر البري اوردر هو ايه، بري اوردر ممكن تكتبه هنا، بري اوردر root left right، root left رايت. زي ما قلنا الروت يعني تطبع، يعني احنا واقفين دلوقتي مسكنا الروت، فاحنا هنقوم ايه، فاحنا دلوقتي واقفين فين، احنا دلوقتي واقفين هنا ماشي، فاحنا مسكنا الروت فهنطبع بقى معانا 100، بعدين هنمشي ايه، هنمشي لفت، بعدين هنطبع بقى معانا 90 تمام، بعدين هنمشي لفت تاني وهنطبع يبقى معانا 88، بعدين هنرجع خلاص كده احنا خلصنا، مفيش لفت تاني او ما فيش رايت، فاحنا هنرجع فنشوف احنا خلصنا الليفت، فهنمشي على الرايت ونطبع 99 ماشي، بعدين نرجع خلصنا الليفت والرايت، نرجع خلصنا الليفت هنروح على الرايت، الرايت ايه هنطبع ال 200، بعدين هنروح على الليفت هيطبع لك ال 150، وبعدين ال 125، وبعدين هيرجع يطبع ال 210 وبس كده خلصنا. ثانية نتأكد، 100 200، 200 ازاي؟ البري اوردر هو روت ليفت، روت ليفت، روت ليفت ولا ايه؟ بري اوردر روت ليفت. هو مش عاوز بري اوردر ولا ايه؟ اه عاوز بري اوردر. آه هو يعني غلط، يا هو غلط، لا سوري سوري، ده مديني دي السيكونس اصلا. فهي 190 88، 190 88، 99، 200، 150، 125، 210 زي الفل. نمسح الكلام ده. شرح الكلام ده بالتفصيل في الفيديو بتاع التري. طيب كده خلصنا دول. بيقول لك ايه، اسيوم ان عندك
زات يو، ثانية نمسح برضو اللي فوق. بيقولك اسيوم ان عندك هاش تيبل والسايز بتاعها 7، يعني انا عندنا كده بوكس كبير كده، ودي 1 2 3 4 5، دي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 0 1 2 3 4 5 6. جميل. فانا عندي نقول ان التيبل سايز بتساوي ايه؟ بتساوي 7. وبيقولك الهاش فانكشن هو مديها لك بتساوي الاتش بتساوي ايه؟ بتساوي الكي مود السبعة. تمام. لو تفتكر ديت الموديولار ميثود او الموديولار تكنيك، ان التيبل سايز بيكون 7 ودي الهاش فانكشن بتاعته. وبيقول لك اسيوم سيبريت تشيننج. جميل جميل. بيقول لك بيقول لك شو ذا كونتنت اوف ذا هاش افتر انسرتينج ذا ايه ذا فولوينج كي فاليو بير. طيب فاحنا ممكن نوقف ثانية بس. طيب انا كنت بس اتاكد من السيبريت تشيننج ديت هي هي بتاعت اللينكد ليست ولا لا، عشان ما اصوحكش يعني. جميل. فاحنا هندخل ايه؟ هندخل الفولوينج كي وبير. فهندخل واحد، هتخش على الواحد، كي هيبقى بواحد، واحد مود السبعة هيبقى بواحد. فاحنا هنروح عند اندكس رقم واحد، هندخل ايه؟ هنانسرت، هيبقى كده عندنا في كونكتد بتاع دي، وهيبقى الكي بتاعها بكام؟ الكي بتاعها بواحد، وهي ستار. ماشي. دي سبريت. فاحنا كل اندكس بيكون كونكتد بداتا ستراكشر، فهي اللينكد ليست، وكل داتا ستراكشر بتكونكت بداتا ستراكشر لو حصل ايه كوليجن. فنمسك الخمسه، خمسه مود السبعه هتبقى بخمسه، فنروح عند الخمسه نطلع بوكس ونقول له هنا الكي بتاعك بكام؟ بخمسه، ودي سيركل. جميل. 8، 8 مود السبعه بكام؟ 8 مود السبعة بواحد. فاحنا هنروح نطلع لاين من البتاع دي ونكتب داتا ستراكشر، ونكتب ايه؟ ونكتب 8 وهنا سكوير. ماشي زي الفل. فانا خلصنا دي وخلصنا دي وخلصنا دي، ناقص 3، 3 مود السبعة هتبقى ب3. فانا نطلع منها لاين يبقى 3، هنا دايموند. بعدين 11، 11 مود السبعة بكام؟ انا ناقص 11 مود السبعة بكام؟ حداشر مود السبعة تلعب بأربعة. أنا كسلت أفكر فيها. فنطلع هنا بوكس برضو ونكتب إيه؟ هنا كنا خلصنا دي، فيبقى عندي 11، وهنا إيه؟ أوفال. جميل. فاحنا خلصنا دي. وبعدين 15، 15 مود بتاع ده هتديني إيه؟ المفروض واحد، واحد صح. فهنقوم نطلع واحد لينكد ليست دي ونكتب فيها إيه؟ نكتب فيها 15 وريكتانجل. تمام. بس كده تقريبا خلصنا. نشوف هل الكلام ده صح ولا الكلام ده مش صح. ننزل كده، ففي ستار حلو، سكوير حلو، ريكتانجل ماشي، بعدين 3 فيها دايموند جميل، 4 فيها اوفال جميل، 5 فيها سيركل جميل. كده دي خلصنا السؤال بتاع الهاش. تخش على الايه؟ على بتاع الكبير ده. خايف اعمل كلير لكله يطير لي الصورة. امسك بس الصورة دي طلع فوق شوية كده. زي ما قلنا ايه؟ زي ما قلنا في فيديو دايكسترا، بمجرد ما تشوف بروبلم دايكسترا بتبدأ تعمل جدول. ماشي. فاحنا بنبدأ نعمل ايه؟ نعمل جدول. اخره ايه؟ فهيبقى فاول كولوم بيكون عندك الايه؟ بيكون عندك اول كولوم من الناحيه دي يعني الفيرتكس، وهنا بيكون عندك فيزيتد ولا لا، وهنا بيكون عندك ايه؟ هنا بيكون عندك الكوست، وهنا بيكون عندك البيرنت. ماشي ماشي. فهيبقى عندك هنا ايه؟ وعندك بي، وعندك سي، ودي، واي. حلو. وبيبقى عندك بنعمل initialize لكله بإيه؟ ال vested؟ لأ كله مش vested، والكوست كله بإنفينيتي.
والبيرنت كله بنال. فاحنا بنبدأ بنعمل ايه؟ بنشوف هو السورس اللي مدهولك ايه، بيقول لك vertex from A to C، معنى انه قال لك from A من الـ A، معنى كده دوت الـ A ده السورس. جميل جميل. فاحنا دلوقتي بدأنا عند الـ A، فاحنا هنعلم نروح update الـ A ونقول له ان هي visited، ونقول له ان هي ايه بصفر الكوست بتاعها، عشان اروح من الـ A للـ A فانا محتاج صفر. فانا بعدين محتاج ابديت الشيلدرن. الشيلدرن هما ايه؟ هما البي والاي والسي. طيب البي هل 0 زائد 10 اصغر من الانفينيتي؟ اصغر من الانفينيتي، فنروح نابديت. فجاي من عند الايه وجايب قيمة كام؟ جايب 10. ماشي، نابديت السي. هل 100 زائد 0 اصغر من الانفينيتي؟ اصغر من الانفينيتي، فيبقى هنا 100، وهنا هيبقى ايه؟ جاي من عند الايه، جاي من عند الايه. الايه بقى هل 0 زائد 30 اصغر من الانفينيتي؟ اصغر من الانفينيتي، فانا ابديت. جاي من عند الايه وجاي 30. جميل. فاحنا بنعمل ايه بعد كده؟ بنعمل جريد تشويس. ايه هو جريد تشويس؟ ان احنا بنختار المينيمم كوست في الايه، في الانفيزيتد. فاحنا بنبص هنا على البتاع ده، ايه المينيمم كوست عندي؟ فانا عندي هنا الصفر، وبعدين العشرة، وبعدين التلاتين. طيب الصفر هي فيزيتد اصلا، فاحنا هنختار الايه؟ هنختار العشرة. فاحنا هنوقف عند البي كده ونكمل من بعدها. ماشي، فنروح نعلم الايه، نابديت البي ان هي فيزيتد. تمام. طيب نشوف الشيلدرن بتوعها. الشيلدرن بتوعها هما دي بس. طيب هل عشان اروح للبي اصلا انا احتجت كام؟ احتجت 10، فنحط هنا 10. فهل 10 زائد 50 عشان اروح للدي اصغر من الانفينيتي؟ اصغر من الانفينيتي، هيبقى ب60. وجاي من عند الايه؟ جاي من عند البي. تمام كده، يعتبر انا خلصت الايه، خلصت البي. فاحنا هنعمل الجريد تشويس تاني. ايه المينيمم كوست هنا؟ عند الصفر والعشرة والتلاتين. طيب الصفر فيزيتد والعشرة فيزيتد، التلاتين مش فيزيتد، فاحنا هنختار الايه؟ هنختار التلاتين. يبقى اللي هنختار الايه؟ هنختار الايه. فاحنا هنوقف عند الايه كده وهنمشي من عنده. احتجت كام عشان اوصل للايه؟ احتجت 30. ماشي، فانا ايه الشيلدرن بتوعي؟ هما السي والدي. فنشوف 30 زائد 60 بكام؟ ب90. هل 90 اصغر من 100؟ اصغر من 100، فهن ابديت، فهيبقى 90. وجاي من عند السي، جاي من عند الاي سوري، وان ابديت دوت انه ايه، ابديت ده انه فيزيتد، وان ده جاي من عند الاي. ماشي ماشي. فاحنا شفنا السي ناقص الدي. هل 30 زائد 20؟ 50. هل 50 اصغر من 60؟ اصغر من 60، فهن ابديت. هنا 50، وهنا جاي من عند الايه، جاي من عند الاي. حلو، فاحنا كده خلصنا الاي. اتبقى ايه؟ اتبقى عندك السي والدي. المينيمم فيهم الدي، فاحنا هنبدا من عند الدي. الدي عشان اوصل لها محتاج كام؟ محتاج 50، احنا جايين من هنا. طيب الشيلدرن بتوعها هم السي. هل 50 زائد 10؟ ال60. هل ال60 اصغر من السي؟ السي عشان اروح لها محتاج 90. هل ال60 اصغر من 90؟ اصغر من 90، هنابديت. احنا قلنا 60 صح، احنا قلنا هنا 60، وهنا هيكون جاي من عند ايه؟ من عند الدي. هل لها تشيلدرن تاني؟ لا، ملهاش تشيلدرن تاني، كنا المفروض نقطة ان هي فيزيتد. اتبقى ايه؟ اتبقى السي. هل السي ليها تشيلدرن اصلا؟ ملهاش تشيلدرن، فبيبقى هنا ايه؟ يبقى هنا فيزيتد. تمام. بيقول لك الشورتست باث فروم الاي تو ايه تو سي. هو عاوز الشورتست باث، هو انا الصراحة مش عارف هو عاوز الشورتست باث كقيمة ولا عاوز الباث نفسه. فاحنا هنجيب الاتنين. القيمة من ال سي، من ايه عشان يروح للسي، فهو ب60. ماشي حلو، ب60. طيب عشان نكونستراكت السوليوشن، فانا واقف عند السي. انا جيت من السي، جيت من فين؟ جيت من الدي. طيب الدي جيت لها من ايه؟ جيت لها من الاي. والاي جيت لها من الايه؟ جيت لها من الايه، ده السورس بتاعي كده. تمام، ده الطريق بتاعي. فهتعمل له ريفرس، هتبقى الايه رايحه للاي، والاي رايحه للدي، والدي رايحه للايه، رايحه للسي. فدوت هيبقى الباس بتاعي. اتاكد صح ولا غلط. هيبقى اي دي سي والويز كوست 60. كده خلصنا السؤال ده. طيب احنا هنبدأ في السؤال ده، هنبدأ من السؤال الثالث، بعدين الرابع، بعدين بقى نبص على اللي فوق ده، عشان اللي فوق دول ليلة يعتبر.
فبيقول لك ايه، بيقول لك تكتب سي بلس بلس ميثود، هتكتب الفانكشن، الفانكشن دي بتاخد تو سورتد كيو، وبيقول لك المينيمم فاليو ات ذا فرونت. دي معلومة مهمة جدا يعني، بيقول لك اعمل لي سورتد كيو كونتيننج كل الفاليوز من الاتنين دول، ما ينفعش تستخدم حاجة غير الكيو، ما ينفعش، ولازم تستخدم الاوبريشن بتاعت الايه، بتاعت الكيو. طيب تعال نبص عليها كده ونشوف دلوقتي احنا معانا ايه، معانا ستاك. ثانية، دلوقتي احنا معانا الستاك، معانا اتنين ستاك مش ستاك واحد، فاحنا عندنا دي واحد هنا، معانا الستاك هنا. ثانية، طيب عذرا يا شباب، ف نرجع تاني عشان شكله مش عاجبني. هيكون عندنا واحد كده، ويكون عندنا واحد كده، نقول دي ده كيو رقم واحد وده كيو رقم اتنين. فبيقول لك المينيمم فاليو موجودة فين؟ في الفرونت، تمام، ده الفرونت بتاعك وده باك، فمعنى المينيمم فاليو يبقى هيكون كده، هيكون ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ماشي ماشي. ودوت نقول هيكون ازاي، خليه برضو واحد اتنين اتنين تلاتة أربعة خمسة، سوري، اللي احنا عملناه كده عشان هو اللي قال لي المينيمم، المينيمم فين؟ المينيمم في الفرونت، مش كده ولا ايه؟ هو قال لك المينيمم فاليو ات ذا فرونت. طيب محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل واحدة هيكون فيها شايلة واحد وواحد واتنين واتنين، تلاتة وتلاتة، واربعة اربعة، خمسة وخمسة. فانت دي هتعملها ازاي؟ نشوف نعملها ازاي. دلوقتي انا الكيو اهو عندي فاضي، نعمل الكيو هنا كده، ده اللي هنملي فيه ايه، ده اللي هنملي فيه الفاليوز. دلوقتي انا ماسك الفرونت بتاع ده وماسك الفرونت بتاع ده، طيب انا اعمل ايه عشان اعرف اخد من ده ولا اخد من ده؟ انا عاوزه سورتد، معنى انا عاوزه سورتد انا هختار اقل فاليو. احنا عاوزين قيم تانية عشان القيم دي كده، هنختار واحدة من هنا وواحدة من هنا. فاحنا نقول، فانا نقول عندنا تلاتة، عندنا خمسة، ولا لا نقول اتنين، نقول عندنا اتنين، بعدين عندنا تلاتة، بعدين عندنا خمسة، بعدين عندنا سبعة، بعدين عندنا تمانية، ماشي ماشي. فانا محتاج ايه؟ محتاج اكمبير الواحد بالاتنين عشان اعملها سورتد، فانا محتاج ادخل المينيمم، فانا هحتاج ادخل ايه؟ هدخل الفرونت بتاع الاول بتاع رقم واحد، فانا هقوم مدخل الواحد واقوم مطيره من هنا، تمام. بعدين هقارن، هل الاتنين اصغر من الاتنين، الاتنين اصغر من او بتساوي الاتنين، فانا هختار من اي واحدة، فهختار برضو من هنا، فنحط ايه الاتنين. هل التلاتة اصغر من الاتنين؟ لا مش اصغر من الاتنين، فانا هختار ايه، فهختار الستاك اللي هو الكيو التاني، فهنطير الاتنين من هنا. طيب هل التلاتة اصغر من او بتساوي التلاتة؟ اه، فاحنا ممكن نطير التلاتة من هنا، نحط التلاتة. طيب هل الأربعة أصغر من التلاتة؟ لأ، فاحنا هناخد الإيه، هناخد بتاعة البتاع ده، فنقوم حاطين تلاتة ونقوم شاطبينها من هنا. طيب هل الأربعة أصغر من الخمسة؟ فعلا أصغر من الخمسة، فنحط هنا إيه، نحط هنا أربعة ونشطب من هنا. طيب هل الخمسة أصغر من أو بتساوي خمسة؟ أصغر من أو بتساوي خمسة، فجميل، فنحط هنا إيه، فنحط الخمسة. بعدين هعمل إيه؟ خلاص كيو ده فاضي، فأنا مفيش أصلا كومباريزن تانية، فأنا هقوم واخد الكلام ده كله كده افضيه هنا، فاقوم افضل خمسة، بعدين احط السبعة، بعدين احط التمانية، هلاقي بقى عندي واحد اتنين اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة خمسة سبعة تمانية، مترتب. نصيغ الكلام ده ككود ازاي؟ نشوف، نروح واحدة هنا كده،
اول حاجه الفانكشن نخليها ايه، في حاجة مش عارف ممكن تهتم بحاجه زي كده ولا لا، بس انت لازم، فهي ما قالتش ولا قالت هترجع مش عارف. هي قالت create ما قالتش return يعني، فاحنا هنعتبر ولا ما نعتبرش مش عارف، نعتبر ان هي بتاخد ال ان هي بتكريت وما بتعملش حاجه، فاحنا هنخليه void يعني. تمام، والبتاع ده هيبقى ايه، هو قالك استخدم stls فهيبقى q، والtype بتاعها هو قال الtype بتاعها هو ما قالش، ففي احتمال ان هي ممكن تكون دبل او ايه، او فهيبقى تي اكنه بنعمل لها كاست يعني، مش كاست قصدي تمبلت. فهيبقى هنا الفيرست هيبقى الاف، وهيبقى عند واحد تاني كيو تي يبقى الاس. خد بالك خد بالك، احذر علامة الريفرنس، تمام؟ لازم تحط علامة الريفرنس ديت، تحطها ليه؟ عشان لما تيجي تبعت الكيو في الفانكشن من غير الريفرنس، فانت بتاخد نسخة كاملة من الكيو. انا مش عاوز نسخة كاملة من الكيو، ولا عاوز نسخة كاملة، هو انا مش عارف ليه مش مديني تفاصيل، تمام؟ فاحنا هناخده من غير ريفرنس، بحيث ممكن يكون محتاج الكيو بعدين، فاحنا هناخده من غير ريفرنس وناخد ايه من الكود. فاول حاجة انا محتاج اعمل ايه، محتاج اعمل لوب. تمام، انا همشي بالطريقة، مش يعني مش هفكر كتير ككودن، هفكر اللي يخليك تحله كحل مظبوط 100 100، ماشي؟ فاحنا محتاجين وايل لوب، الوايل لوب تكون ماسكة الاتنين دول لغاية ما واحد فيهم يخلص، وكل مرة بتكمبير الفرونت بالفرونت وتشوف هتاخد مين وتبوب وتكمل وهكذا يعني. طيب بعد لما واحد منهم يخلص، فانا عندي احتمالين، يا اما دوت لسه فيه يا اما دوت لسه فيه، فانا هعمل وايل لوب على ده، وايل لوب على ده طول ما هو فيه يحط لي في الايه، في الجديد، ماشي؟ ماشي. فنشوف اول حاجة انا محتاج اعمل ايه، نعمل لنا الكيو بتاعنا نسميه ده، نسميه sorted، نسميه sorted. فأنا محتاج أعمل while طول ما ال f dot empty not، هنا طول ما هي مش فاضية، and ال s dot empty طول ما فيش واحدة منهم فاضية هتعمل لي ايه، هتيجي هنا هتقول لي اف، لو ده الفرونت، لو الاف دوت الفرونت اكبر من او بتساوي الاس دوت الفرونت، فوقتها ده معناه ايه، ده معناه ان انا واقف عند الواحد، والقيمة ديت هي دي اكبر منه ولا اصغر منه، خليها اصغر منه، اصغر من او بتساوي، والقيمة ديت كانت اصغر من ديت، فانا هقوم ايه، هقوم اضيف دي، ماشي؟ طيب معنى كده ان هي اصغر من، فانا هحطها في الكيو الاول، فانا اقول له ايه، كيو مش كيو بقى، احنا مسمينها ايه، احنا مسمينها sorted دوت وش الاف دوت الفرونت، بعدين تعمل ايه، اف دوت بوب، احنا محتاجين بقى انشلها، ماشي؟ إلس بقى نكمل الكود هناك، إلس ايه، إلس لو كانت طلعت لا طلعت الاس دوت فرونت هي الاصغر، فوقتها هيعمل ايه، حرفيا نفس الكود، هيبقى سورتد دوت بوش، هتبوش ايه، هتبوش الاس دوت فرونت، بعدين هتعمل اس دوت بوب، بس كده كده خلصنا ايه، ونعمل كمان قفلة دي الوايل. دلوقتي احنا خلصنا الاتنين، وقلنا عندنا احتمالين ان ممكن يكون في واحد فيه قيم واحد مفهوش قيم، فانا محتاج اعمل وايل لوب هنا كده، نعملها على جنب، نقول له الوايل ان النوت
ال f dot empty. فانت هتعمل ايه؟ فانت هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي sorted dot push ال f dot front، وبعدين هتعمل لي f dot pop. تمام. وحرفيا هتاخد نفس البتاعة دي هتكررها هنا، بس هتبقى الاس. حلو. معنى كده انه طول ما لما يخلص مقارنة ويكون لسه متبقي ستاك فيه عناصر، فهنا بيجرب الاحتمال ده، لو كان لسه ده فيه عناصر فبيقوم حطها، وبعدين لو لا ما فيهوش فهيجرب التاني، وهكذا يعني. وليها حل تاني غير ان احنا نعمل تو وايل لوبس، بس حل ايه يعني؟ مش عارف. هو انا ما بحبهوش يعني. وهو انك هتعمل ايه؟ ان شايف الكيو دي هتيجي تبش فيها قبل ما تخش، هتبش فيها انفينيتي، وهنا هتبش انفينيتي. فمعنى كده انت متأكد حرفيا ان لازم واحد فيهم هيخلص، تمام، وتشتغل عادي. فانت مش هتحتاج ايه، مش هتحتاج اخر اتنين دول، بس لازم تهندل الكونديشن الانفينيتي دي ما يدخلهوش. جميل جميل كده. خلصنا السؤال 3. سؤال 4 بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك you asked to implement undirected graph represent adjacency list using STL containers. انا برضو جيت قلتها في الفيديو بتاع الايه، جيت قلتها في الفيديو بتاع الجراف. طيب شكله هيبقى ازاي الاستراكشر بتاعته؟ نمسح بتاع دي. هيبقى ان اوردرد ماب، ماشي، وهيبقى ليها ال يبقى الكي بتاعها string اللي هو الفيرتكس، الاسم بتاع الفيرتكس يعني. وهيبقى فيها ليست، والليست دي شايله ايه؟ شايله string، ماشي. دي كده ايه؟ ده بتاع الجراف، ده الاستراكشر بتاع الجراف زي الفل. بيقول لك هل الاستراكشر هيتغير لو الجراف كان دايركتد؟ ولو كان دايركتد، لو كان هتتغير فبيقول لك اكتب لي نيو ستراكشر. طب انا امتى بيفرق معايا الجراف اصلا دايركتد ولا مش دايركتد؟ بيفرق معايا وانا بدخل وانا بعمل ايدج. لما اجي اعمل ايدج مثلا، لو انا عندي كده ايه رايحه لبي، تعالى نبدا بالاول في الكيس بتاعت انه ايه مش دايركتد. فمش دايركتد، فانا كنت بروح عند الايه، فانا بعمل مثلا كده الادجيسنسي ليست، واروح عند الايه واقول له، لما لو قلت له اعمل لي ايدج بين البي، واقول له اعمل لي ايدج رايحه للبي، ولما بروح عند البي واقول له اعمل لي ايدج رايحه للاي. فمعنى كده ده ان دايركتد، ان من الاي اقدر اروح للبي، ومن البي اقدر اروح للاي. طيب لو كان بقى الحال غير كده، لو كان دايركتد، فانا هاجي وانا في الفانكشن بتاعه الاد اتش، فانا مش هعمل البتاعه اللي تحت دي، انا هقول له اد لي في البي بس. يعني هتقول له، قلت له ايه روح ضيف لي عندها البي، انما البي سيبها زي ما هي، ما تضيفش فيها حاجه. جميل جميل. فالاستراكشر اتغيرت؟ لا، الاستراكشر زي ما هي، ما حصل لهاش اي حاجه، يبقى دي مش هتتغير. بيقول لك what changes would you make to include the weight on the edge. طيب الويت هتحطه فين؟ احنا دلوقتي عاملين الليست، فاحنا شايلين بس السترنج بتاعنا، فلا انا عاوز اشيل الويت، فانا هبدل السترنج دي هخليها بير، وهيبقى سترنج وايه وانت، تمام. فلما تيجي تشيلها هيبقى ان اوردرد ماب اوف السترنج اوف ليست اوف بير اوف سترنج وانت. بس كده نعتبر خلصناه. ناقص بس السؤال الاول والسؤال التاني، اسئله ممله بحت، فربنا يسهل ونشوف هنحله امتى يعني.